ليلة قبل البارحة حصلت جريمة عنصرية بشعة جدا في ألمانيا. دخل عنصري مسلح قتل أكثر من 10 أشخاص في مقهى للشيشة في ألمانيا. وهذا أمر لا نستنكره فقط فكلنا نستنكر، ولا نرفضه فقط فكلنا نرفض، بل نطالب الجميع هنا مسلمين وغير مسلمين أن يأخذوا الأمر محمل الجد. ونطالب أيضا، وهذا كتبناه للسلطات الألمانية والنمساوية، أن يؤخذ هذا العمل على أنه عمل إرهابي لا نقاش به. لماذا؟ ليس فقط لأنه رجل أبيض ألماني قتل أجانب رحمة الله عليهم ومسلمين خاصة، ولكن هناك من يقول ممكن أن يكون عنده مشكلة، ممكن أن يكون عنده شجار معهم، ممكن أن يكون عنده خلاف مع هذا المقهى. لا، هذا وجد عنده في بيته كلام عنصري معادي الشرقيين واللاجئين وغير ذلك، وكتب فيه أنه يجب علينا أن نخلص ألمانيا منهم، وليس هناك مشكل إذا أفنينا نصف الناس الموجودين في ألمانيا. فإذا هذا عمل عنصري معادي للإسلام، ونرفضه ونطالب السلطات بكل وضوح أن يأخذ هذا محمل الجد. ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ هل يعني خوفا؟ هل يعني طلب حراسة؟ إلى الآن لا إخوتي، إلى الآن السلطات المعنية تعمل جهدها في كل شيء. والحق يقال أن هذه المرة الماضية في عام 2009 عندما قتلت الشهيدة مروة الشربيني المصرية وقتها في ألمانيا في قاعة المحكمة، أخذت السياسة حوالي أسبوع إلى 10 أيام حتى قالوا أنه عمل عنصري. اليوم الحمد لله بعد سويعات من هذه الجريمة البشعة، أجمع سياسيو ألمانيا والنمسا وغيرهم أنه عمل عنصري وإجرامي، وأنه ليس فقط نتيجة جنون عصبي. طبعا كل إرهابي فيه شيء في عقله عادي، ولكن لماذا إذا كان مسلم فمباشرة يكون إرهابي، أما إذا كان غير مسلم فيجب أن نفكر الكثير ونبحث ونقرر بعد ذلك. الحمد لله هذا لم يحصل، وقرر أنه عمل إرهابي بخلاف لندن. في لندن سكوتلاند يارد دخل مجرم أيضا وضرب أو حاول قتل الإمام الذي عمره أكثر من 70 سنة، والحمد لله نجا وأنقذه المصلون. ولكن إلى الآن سكوتلاند يارد لم تقل أنه عمل إرهابي. لا ندري، نعلق بعد أن نعرف التفاصيل. أما تفاصيل ألمانيا فهي معروفة، ويعني لنا إخوتي وأحبابي عدم الانغلاق، بالعكس الانفتاح على تعلم اللغة، على فهم الآخر، على السلام على البشر، على مساعدة الناس، على الابتسام في الشارع رجالاً ونساءً، على النظر أين نحن موجودين، على العلاقة الجيدة مع المعلمات والمعلمين في المدرسة، الانتباه على تصرف الأولاد في كل شيء،